بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد عبد الله وعلى اله واصحابه وتابعه باحسان الى يوم الدين. يسركم ان تقدروا تستقبل مع حضراتكم سلسله الشروحات المتميزه. اليوم هنتعلم مع بعض مهاره خاصه وهي كيفيه انشاء برنامج القران الكريم كامل بالفيجوال بيزك لجميع الاصدارات. دائما وابدا بنسعد بارائكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتك على اليوتيوب كنطر نجار على اليوتيوب youtube.com/مسلطان النجار او مدونه كنطر النجار التعليميه مسلطان النجار وانديتوبلوجز.com او منتدياتكم نزل طارق www.farmers.com/farmers.bhb او قناتنا على تويتر twitter.com/mrtarek النجار. تعالوا بينا نشاهد البرنامج كامل ثم نوضح كيفيه انشائه. هذا هو البرنامج، برنامج القران الكريم بدون انترنت. هذا البرنامج مكون من نافذه او اداه اللي هي الويندوز ميديا بلاير، هذه هي الاداه، ثم 114 زر بيتونز. كل اللي عليك انك تغيره الى اسم الصوره في القران الكريم حسب ترتيبها، ثم هنكتب مع بعض، نتعلم مع بعض كود بسيط جدا. الكود ده من خلاله هتكرره في ال 114 زر الموجودين عندك. لو مثلا ضغطنا على الفتحه نشاهد كده مع بعض، هيتم تشغيل الفتحه. عايز تملا ايقاف املا ايقاف، عايز تشغل سوره البقره يتم تشغيل سوره البقره، عايز تشغل سوره آل عمران، عايز تشغل سوره الاخلاص وهكذا. اذا المكونات الخاصه بينا مكونات بسيطه جدا جدا، انك هتقوم بتشغيل برنامج الفيجوال بيزك الموجود عندك 2005 2008 2010 2013، ثم هتقوم بتوقيع 114 اداه كوماند بوتون. هيكون ترتيبها 21 في 5 يبقى المجموع 105، واللي موجود فوق ده هتخليه 9 يبقى 105 و9 يبقى 114، بس هتضيف الخمسه عليهم. يعني اذا هذا الصف هيتكون من 14، الصف الاولاني مكون من 14، بينما الخمس اعمده كل عمود يتكون من 20، ثم نقوم بتوقيع اداه الويندوز ميديا بلاير. والاداه دي احنا سبق ان احنا شرحناها في درس سابق وهو محرر صوتيات بسيط، هتلاقيها موجوده عندك هنا في الاخر خالص. اهي اداه ويندوز ميديا بلاير، ولو مش موجوده عندك تعمل ايه يا شباب؟ تضغط كليك يمين ثم تختار من القائمه المختصره اللي هي تشوز ايتمز، وتنتظر الى ان يتم التحميل الصندوق الحواري. عند ظهور هذا الصندوق الحواري نضغط على كومبوننتس، ثم نقوم بتحريك شريط التمرير الى ان نحصل على ويندوز ميديا بلاير. نشوف كده ويندوز ميديا بلاير، تقوم بتنشيطها وتقول له اوكي، ثم تقوم برسم هذه الاداه وتحدد مساحتها على هذا النحو. بعد ذلك هنقوم على كل اداه من ال 114 كوماند بوتون الموجوده، هتقوم بتحديدها وتغيير خاصيه التكست الخاصه بيها الى اسم الصوره. هنسميها الفتحه، هنسميها البقره، هنسميها العمران، هنسميها النساء. باللغه العربيه، وتضغط انتر، وتقوم بتسميه ال 114 بوتون. بعد التسميه وتوقيع الاداه، الكود اللي يهمنا هو الكود التالي، اضغط دبل كليك. الكود هو اسم الاداه بتاعت الميديا بلاير، اسمها AX Windows Media Player 1 دوت اليو ار ال بيساوي ثم المأثار او الباص الخاص بيك اللي فيه الايات او فيه الصور القرانيه اللي هو دبل كوتيشن، ما تنساش دي نقطتين باك سلاش، ثم اسم المجلد، ثم لو في اسم مجلد ثاني ثم اسم الصوره نقطه الامتداد الخاص بيها. قد يكون امتداد ام بي 3 ام بي 4 اي في اي، ايا كان هذا الامتداد. ونكررها 114 مره بالنسبه لل 114 بيتون الموجودين عندي بالنسبه لهذا البرنامج. النصيحه المهمه بقى واللي بيتابعها لك كثير من الناس ايه هي؟ انك تقوم بحفظ هذا الملف في مجلد، لانه هيقوم باستدعاء روابط او نسخ من هذه الصور. يبقى مهم جدا انك تحفظه في مجلد، ويتم تشغيله من خلال هذا المجلد. ثم بعد الانتهاء من كتابه هذا الكود، نذكركم تاني هذا الكود هيتم تكراره 114 مره، AX Window
ويندوز ميديا بلاير دوت اليو ار ميديا بلاير 1 دوت اليو ار ال بيساوي المسار او الباص لازم يتكتب كامل دبل كوتيشن ثم المسار الموجود عندك اللي فيه الصور القرانيه ونحفظ الكلام ده كله عن طريق حفظ الكل في مجلد بكون منشئه ده على سطح المكتب او داخل اي بارتيشن. كده استطعنا ان احنا ننشئه ببراعه بدون الاتصال بالانترنت ونقدر نشغله من خلال هذا المجلد ونستفاد به. ميزه هذا البرنامج اولا انه يتطلب الاتصال بالانترنت. ثاني نقطه ميزه فيه انه بيشغل جميع الانتدابات، اي اكستنشن هيشغله بسهوله ويسر. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذه الجزئيه وانتظرونا في ثلاث دروس اخرى. درس بنتحدث فيه عن انشاء برنامج صوتيات في فيجوال بيزك 2010، ودرس اخر نتحدث فيه عن كيفيه انشاء برنامج القران الكريم بالاتصال بالانترنت، والاخير هو كيفيه انشاء الميديا اللي هي كامله بمشيئه الله دائما وابدا. بنسعد بارائكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتك على اليوتيوب، قناه النجاره التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/مستر ومتابعه قناه النجاره التعليميه مستر طارق النجار www.youtube.com ومنتديات كنوز الطارق www.farmers.com/food.gb او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrkarlnagar. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.